للحديث أكثر عن المشهد الليبي بعد مرور عقد كامل على الثورة ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الليبي عبد السلام الراجحي. مرحبا بك أستاذ عبد السلام. بعد مرور عقد كامل على اندلاع الثورة، كيف يمكن قراءة المشهد الليبي بعد حالة التشظي السياسي التي أعقبت عام 2011؟ كانت نتاج طبيعي لما أسبابه النظام القذافي الذي لا يوجد حقيقة مؤسسات حقيقية دستورية أو قانونية. يعني أعتقد أن ثورة فبراير أنقذت ليبيا من المجهول في حال غياب رأس الهرم السلطة السابق للنظام السابق نظام القذافي فجأة، لأنه لا يوجد نظام دستوري أو واضح، لأن القذافي حتى آخر أيامه يقول أنه ليس هو الذي يحكم بل أن الشعب هو يحكم نفسه بنفسه. فأعتقد أن الإشكال أن فبراير ورثت دولة لا يوجد فيها مؤسسات حقيقية، مؤسسات قائمة، حتى المؤسسة العسكرية لا يوجد مؤسسة عسكرية حقيقية في ليبيا، كانت عبارة عن كتائب أمنية وميليشيات عسكرية. البعض لا يعلم أن كانت في ليبيا لا توجد وزارة للدفاع فترة القذافي من سنة 81، كانت وزارة الدفاع ملغية بالكامل، عبارة عن كانت لجنة تسمى باللجنة المؤقتة للدفاع لفترة 30 سنة من 81 حتى 2011. مع هذا نجحت ثورة فبراير في إنتاج أول عملية ديمقراطية في 7/7/2012 في انتخاب المؤتمر الوطني العام، لكن للأسف الشديد التدخلات الخارجية هي التي فاقمت الأزمة في ليبيا مع تكدس السلاح، لأن تركة القذافي كانت ضخمة جدا، التقديرات تقول في حدود 21 مليون قطعة سلاح في 2011. فأعتقد أن التدخل الخارجي والعربي والإقليمي ساهم في نشر الفوضى. أيضا أنا كنت أطلع أسمع تقريركم فيما يخص تقرير منظمة العفو الدولية، أحد أسباب الاستمرار في الانتهاكات هو مشاركة المجرمين. الأمم المتحدة والبعثة الأممية والدول الإقليمية والدولية والمجتمع الدولي يكافئ المجرمين في إشراكهم في العملية السياسية بدل أن يقاضيهم. يعني الآن البعثة الأممية والمجتمع الدولي يفرض على الليبيين أن يكون حافتر جزء من العملية السياسية، ورغم أنه هو متهم من قبل محكمة الجناية الدولية ومتهم من قبل منظمة العفو الدولية وعديد من المنظمات أن قواته ارتكبت جرائم حرب خلال السنوات الست الماضية. فأعتقد أن حتى المجتمع الدولي هو شريك ومساهم في استمرار الإفلات من العقاب وتفاقم عملية الإجرام وارتكاب الانتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا، لأنه أصبح يكافئون المجرمين بإشراكهم ودمجهم وأعطائهم مكافآت على إجرامهم بدل أن يتم معاقبتهم وإقصاهم من أي عملية سياسية ويكون مكانهم السجون والردعات المحاكم. بلا شك أن الشعب الليبي هو الخاسر الأكبر من الصراع الذي فرضته القوى السياسية والإقليمية والدولية. إلى أي مدى ترى يعني أو تتوقع أن تتحقق ربما مطالب الشعب الليبي الذي نادى ببناء دولة مدنية، وخاصة بعد الاتفاق الأخير بتشكيل كتل سياسية موحدة تمهيدا للانتخابات المقبلة في البلاد؟ أنا أعتقد أن بعد مغامرة حفتر والدول الداعمة بالعدوان العاصمة طرابلس وهزيمتهم شر هزيمة، أعتقد أن الآن أصبح الكل حتى الدول الداعمة لحفتر والداعمة للفوضى في ليبيا أن عملية أن طرف سياسي أو عسكري أن يسيطر منفردا على السلطة بقوة السلاح هذا أمر أصبح من الماضي، والذي يريد أن يصل لسدة الحكم يجب أن يكون عبر صندوق الانتخاب. وهناك يعني الآن البعثة تتحدث والمجتمع الدولي يتحدث أنه سيدعمون إجراء انتخابات في ديسمبر القادم، وهناك يعني ضغط شعبي كبير. يعني اليوم الاحتفالات بذكرى العاشرة للثورة رغم المآسي ورغم الصعوبات ترسل رسالة للعالم أن الشعب الليبي لا زال مؤمن بنتائج ثورته وأسباب ثورته. عندما تخرج آلاف بل مئات الآلاف في عشرات والمدن والقرى والبلديات يخرجون احتفالات عفوية لإحياء ذكرى ثورتهم، هذا مؤشر أن الليبيين ما زالوا مؤمنين بحلمهم أن يكون لهم دولة ديمقراطية، دولة مدنية يسودها نظام ديمقراطي، نظام مؤسسات يحكمه القانون.
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قال إن الحكومة ستكون جاهزة في غضون 10 أيام. هذه المدة إلى أي مدى تراها كافية لتجاوز جميع الخلافات وبدء صفحة جديدة في تاريخ ليبيا برأيكم؟ هو بحسب الاتفاق أعطى فرصة لرئيس مجلس الوزراء السيد عبد الحميد دبيبة بأن يقدم قائمته أو تشكيلته الحكومية في موعد أقصاه 26 فبراير من هذا الشهر، أي ما زال 9 أيام كفرصة نهائية، لأن أعطوا له 21 يوم بدأت من يوم 6 فبراير. أعتقد أن الآن يجب، يعني حتى نكون منطقيين، هناك إشكالية. الحكومة إذا شكلت هناك انقسام في مجلس النواب الليبي الذي منقسم على نفسه، والذي فشل في عقد جلسات شرقا وغربا وجنوبا أن يكون هناك جلسة مكتملة النصاب. الملتقى الحوار أعطى فرصة وتوقع أن يحدث هذا بحكم أن المجلس النواب منقسم على نفسه كما قلت، أعطى فرصة لمجلس النواب 21 يوم إضافية تكتمل أو تنتهي هذه المهلة يوم 19 مارس. في حالة فشل مجلس النواب في الاجتماع ستعرض هذه الحكومة على ملتقى الحوار في جنيف لأخذ الثقة وتباشر عملها. يعني في حالة، في أسوأ الأحوال، إن فشل مجلس النواب في الاجتماع في خلال يعني حتى 19 مارس القادم، سيكون هناك فرصة لمنح الثقة لحكومته عبر ملتقى الحوار. وأعتقد أن المدة الآن يعني يوم 27 فبراير يجب أن على السيد عبد الحميد دبيبة أن يسلم قائمته الأولية لمجلس النواب إذا نجح مجلس النواب في الاجتماع. إذن أستاذ عبد السلام، فيما يخص التوافقات الليبية الأخيرة، إلى أي مدى تعتقد أنها تواجه معضلة؟ ربما هذه المعضلة تتمثل في يعني مجموعات المرتزقة التي استقدمت إلى البلاد بهدف المشاركة في الحرب. الحقيقة الإشكال الأكبر حتى الآن، يعني حتى تواجه البعثة الأممية، وأعتقد أن هناك ضغط دولي، وأنا يعني سأكون يعني واضح للمشاهد الكريم. الآن الليبيين خصوصا وحلفائهم الآن أعتقد الآن ينتظرون الدور الأمريكي، لأن شركة فاغنر أو مرتزقة فاغنر التابعين لموسكو أو الذين يأخذوا تعليماتهم من الرئيس بوتين من الصعب إخراجه بمفاوضات وضغط حكومي يعني بين أطراف ليبية أو قرارات من مجلس الأمن، بل أن موسكو عرقلت قرار من مجلس الأمن يعتمد عملية إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية. فأعتقد أن الآن الليبيين ينتظروا الإدارة الجديدة الأمريكية تساعدهم في الضغط على الروس لإخراج المرتزقة. عملية إخراج المرتزقة هو المعقد جداً، لأن الحقيقة الآن المرتزقة توغلوا، وأنا حتى أكون واضح، هؤلاء ليسوا مرتزقة عاديين، يعني تقاضوا الأموال، جاءوا يقاتلون من أجل الأموال. شركة فاغنر هي تنفذ أجندة الحكومة الروسية، هي الجيش الرديف لروسيا في كثير من الدول من ضمنها ليبيا. فأعتقد أن يجب أن يكون هناك ضغط دولي بقيادة أمريكية وبقيادة حلف الناتو، وأعتقد يجب أن يكون هناك تلويح بالقوة. في حال لم تخرج سيستخدم معها العنف، لأن الروس لن يخرجوا من الأراضي الليبية بهذه السهولة بعد سنوات. يعني حتى في أقصى قوة الاتحاد السوفيتي كانوا يحلمون بأن يكون لهم موطأ قدم عسكرية في ليبيا، ولم يتحصلوا في ذلك الوقت، ما بالك الآن تحصلوا على هذا المكان. شكرا لك من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الليبي الأستاذ عبد السلام الراجحي.